السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع اليوم في سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت الصف الثاني المادة لغة عربية، عنوان الدرس أسبوع البيئة، كتاب التمارين. سنتابع اليوم في كتاب التمارين. المعلمة ثناء رحمة، اليوم الاثنين 8 آذار 2021. بسم الله نبدأ. سنحل التمارين التالية: التمرين السابع صفحة 71، التمرين التاسع صفحة 73، التمرين العاشر صفحة 73. إذن نحن نحل في كتاب التمارين. التمرين السابع صفحة 71: أفكر بثلاثة أفعال قمت بها قبل أن أحضر إلى المدرسة صباحاً ثم أكتبها. ثلاثة أفعال قمت بها قبل أن أحضر إلى المدرسة. إذن حدثت وانتهت: غسلت وانتهيت. إذن هي فعل ماضي: غسلت وانتهيت، غسلت وجهي. رتبت سريري، أيضاً رتبت وانتهيت، هو فعل ماضي. غسلت فعل ماضي، رتبت فعل ماضي، حدث وانتهى. تناولت فطوري، أيضا تناولت وانتهيت. إذن غسلت، رتبت، تناولت، أفعال حدثت وانتهت. ما هو الحاضر من غسلت؟ أغسل وجهي الآن. نسمي الحاضر فعل مضارع، غسلت فعل ماضي، أغسل مضارع، رتبت فعل ماضي، أرتب فعل مضارع، المضارع هو الحاضر. تناولت فعل ماضي، أتناول الآن فعل مضارع أو حاضر، في الحاضر. إذن هذه الأفعال قمت بها قبل أن أحضر إلى المدرسة، إذن حدثت وانتهت. غسلت، رتبت، تناولت، أفعال حدثت في الماضي وانتهت. الآن أفكر بثلاثة أعمال قمت بها قبل أن أبدأ بحل هذا التمرين وأكتبها. أيضاً أريد أعمال قمت بها وانتهيت، إذن أفعال ماضية حدثت في الماضي وانتهت. جهزت دفتري قبل أن أبدأ بحل هذا التمرين، جهزت دفتري، جهزت وانتهيت. أخرجت قلمي، إذن جهزت دفتري، أخرجت قلمي. وضعت ممحاتي، وضعت وانتهيت، جهزت، أخرجت، وضعت. هذه أفعال أيضا حدثت وانتهت، هي أفعال ماضية. الفعل الماضي انتهى زمن، فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى. الآن تتمت التمرين. أفكر أذكر ثلاثة أعمال أقوم بها الآن في الصف، الآن أي في الحاضر، في المضارع، أفعال مضارعة في الزمن الحاضر. أنا الآن أشاهد وأقرأ، أيضا أكتب. إذن أشاهد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أقرأ، أكتب، هذه الأفعال حدثت الآن. الفعل المضارع يحدث الآن في الحاضر، إذن الفعل الماضي حدث وانتهى، أما الفعل المضارع يحدث الآن في الحاضر. ألاحظ، أرجو تثبيت هذه الملاحظة على الكتاب، أن الفعل الماضي فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى. الفعل الماضي فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى، أما الفعل المضارع فعل يحدث في الزمن الحاضر، الآن يحدث هذا الفعل. أشاهد الآن، أقرأ الآن، أكتب الآن. أما في الماضي شاهدت، قرأت، كتبت، أو شاهد، قرأ، كتب، في الماضي. في المضارع أشاهد، أقرأ، أكتب. ننتقل الآن إلى التمرين التاسع صفحة 73. أقرأ المثال أفكر ثم أكمل. في الزمن الماضي، الآن، في الحاضر أي في المضارع.
شاركت فرقتنا الكشفية في الزمن الماضي، شاركت فرقتنا الكشفية. الآن تشارك فرقتنا في أسبوع البيئة، شاركت وانتهت. الآن تشارك في المضارع، هنا الماضي وهنا المضارع. جمع القائد الزهرات في الماضي، جمع القائد الزهرات، جمع فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. أما في الحاضر ماذا تصبح؟ يجمع القائد الزهرات، جمع في الماضي، يجمع في الحاضر أي في المضارع، الآن يجمع. هنا في الماضي جمع وانتهى، هنا في المضارع الآن الحاضر يجمع. قمنا بأعمال ساعدت في المحافظة على النظافة. قمنا في الماضي فعل، ساعدت أيضا في الماضي هو فعل. هل كلمة المحافظة فعل؟ لا، قمنا فعل، ساعدت فعل، هذه الأفعال في الماضي. الآن في المضارع نقوم بأعمال تساعد في المحافظة على البيئة. قمنا في الماضي، نقوم في المضارع، ساعدت في الماضي، تساعد في الحاضر. يجب أن تفهموا جيدا الزمن الماضي والزمن المضارع الحاضر. شاركت، تشارك الآن. جمع في الماضي، يجمع في المضارع. قمنا في الماضي، نقوم في الحاضر في المضارع. ساعدت في الماضي، تساعد في المضارع. الآن وزعنا الرسوم وعلقناها. وزعنا وانتهى في الماضي، علقناها وانتهى في الماضي. الآن في المضارع نوزع الرسوم ونعلقها الآن في كل مكان. وزعنا الرسوم وعلقناها، نوزع الآن الرسوم ونعلقها. وزعنا في الماضي، نوزع في الحاضر. علقنا في الماضي، نعلقها في الحاضر. وضعنا سلال النفايات في الصفوف. وضعنا سلال النفايات في الصفوف. وضعنا في الزمن الماضي. الآن في المضارع نضع سلال النفايات في الصفوف. وضعنا في الماضي، نضع في المضارع. أكلت الببغاء البذرة وجمعت القشور. أكلت الببغاء، أكلت في الماضي، جمعت في الماضي. في المضارع تأكل الببغاء البذرة وتجمع القشور. أكلت في الماضي، تأكل في المضارع. جمعت في الماضي، تجمع في المضارع في الحاضر. إذن المضارع هو الحاضر الآن. حملت الوعاء الصغيرة وأفرغته في المكب. حملت وانتهت، حملته وانتهت، أفرغته وانتهت. في الحاضر تحمل الوعاء الصغيرة وتفرغه في المكب. حملت في الماضي، تحمل في المضارع. أفرغت في الماضي، تفرغه الآن في المضارع في الحاضر. ننتقل الآن إلى التمرين العاشر، صفحة 73. أقرأ الجمل وأضع خطاً تحت الفعل ثم أكتب الزمن الذي حصل فيه في العمود الثاني. أعدت الجمعيات نشاطاً، أعدت الجمعيات نشاطاً. الزمن ماضي. وزعت يافطات، وزعت يافطات، وزعت أيضا حدثت وانتهى في الزمن الماضي. أعدت في الماضي، وزعت في الماضي. ما هو المضارع من أعدت؟ تعد. وزعت، توزع. فقط نريد الفعل، الزمن الذي حدث فيه. أعدت في الماضي، وزعت في الماضي. تستعمل البراميل، تستعمل الآن. لو كان في الماضي لقلنا استعملت، أما الآن تستعمل البراميل، إذن هو مضارع. الجملة الثانية، يحب التلاميذ الرسم. يحب، يحب في المضارع، إذن يحب فعل مضارع. أعدت ماضي، وزعت ماضي، تستعمل مضارع، يحب مضارع.
تتمة التمرين يشارك التلاميذ في جميع المناسبات. الفعل يشارك الآن في الزمن الحاضر أي في المضارع. يشجع الكشاف التلاميذ، يشجع هو الفعل وهو في المضارع الآن. لو كان في الماضي قلنا شجع، يشارك شارك. تشارك مدرستنا في جميع الأنشطة، تشارك أيضا في أي زمان؟ في المضارع. أحسنتم. إذن يشارك مضارع، يشجع مضارع، تشارك مضارع. في الماضي يكون شارك، شجع، شاركت. الواجب أثبت الإجابة الصحيحة على الكتاب. أكتب في جدول صغير 4 أفعال في الماضي وأحولها إلى المضارع. إذن على الدفتر نكتب في جدول صغير ومرتب 4 أفعال في الماضي ونحولها إلى المضارع. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.